بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام، أشكر زميلي محمد ممبريك المري، أتواصل بتواصل أشواطنا في الفترة الصباحية في هذا اليوم، ثاني أيام سباقنا المحلي الثاني، حيث ننطلق اليوم الأحد 22 من سبتمبر 2019 مع السن الصغار ونجوم المستقبل وهجن أبناء القبائل التي اندفعت من مسافة 2 كيلومترات. انطلقنا وعلى بركة الله توكلنا في هذا الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان، الشوط الأول، شوط له نكهة خاصة وله أيضا شعارات تهتم بهذا الشوط. ننطلق مع المركز الأول، نبدأ مباشرة مع شعار بن قطامي على المركز الأول، وهذا الجذاب على المركز الأول، فرج بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري على المركز الأول، تغيير حصل على المركز الأول من قبل صاحب المركز الأول، هناك جلاد لسيد سعيد بن شفيع بن علي آلف هيد المري المركز الثالث. الله، يصل في هذه اللحظات وينطلق شعار حمد بن سعيد بن حمد بوسندية المري على المركز الأول أو المركز الثاني مع وصول وانطلاق معزز المركز الرابع. المركز الرابع يصل وينطلق مبعد سعد بن مبارك بن ضعيف النابت المري المركز الخامس. المركز الخامس شعار بالعرج يصل، وهذا رعد على المركز الخامس للسيد راشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري. هذا النداء الأول، النداء الأول والنداء الأخير، 2 كيلومترات سريعة مع هذه السبك، مع هذه الأصايل، مع هذه النجوم. يا سلام جلاد، اجلد يا جلاد اجلد، الله على المركز الأول. لكن بن قطامي خطير، خطير بن قطامي، بن قطامي يهتم هذا الشعار دائما بالأشواط الأولى. الله، شوفوا الخطر قادم، الخطر قادم. المركز الثاني شعار الجربوعي على المركز الثاني، ولكن بن قطامي، بن قطامي مع المركز الأول، بن قطامي مع الجذاب، ماركة غنية عن التعريف، فرج بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري على المركز الأول. المركز الثاني جلمود عبد الله بن سعيد بن محمد آل جحيش، ولكن جود مورنينج يا بن قطامي، صباح الناموس، صباح الانتصار، صباح الشوط الرئيسي الأول مع هذا الشعار ومع هذه الماركة، ماركة الجذاب. فرج بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري يحقق ناموس الشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم، معلنا حضوره في هذا الموسم. في شعار بن قطامي المركز الثاني، المركز الثاني جلمود عبد الله بن سعيد بن محمد بن قربان آل جحيش المري، وصل باللحظات الأخيرة معلنا حضوره وصيفا في الشوط الأول الرئيسي الخاص بالقعدان. المركز الثالث، المركز الثالث وصل الرمز فيصل بن وسام بن سلطان بن سعد الهاجري. المركز الرابع، المركز الرابع يصل ناصي صالح بن حمد بن سالم النابت المري. المركز الخامس، المركز الخامس رعد شعار راشد بن سعيد بن صالح الجربوعي المري شعار بالعرج. هذه المراكز الخمسة الأولى، ولكن الجوائز حتى المركز العاشر جوائز قيمة في هذا الموسم الموفق إن شاء الله. هذا هو الجذاب، يصل ينتزع يحقق ناموس الشوط الأول الرئيسي. جود مورنينج يا بن قطامي، صباح الناموس، صباح الانتصار والفوز. 2:54 39 جزء من الثانية، توقيت الجذاب الذي حضر بشعار فرج بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري محقق الناموس الشوط الأول. المركز الثاني اللي وصل بكل قوة حاضرا ومنتصرا أيضا وفائزا بالمركز الثاني وصيفا لصاحب المركز الأول، هذا هو اللي بالمركز الثاني جلمود. 2:54 99 جزء من الثانية، عبد الله بن سعيد بن محمد بن قربان آل جحيش المري، تهانينا والناموس. المركز الثالث،
المركز الثالث يصل رمز فيصل بن وسام بن سلطان بن سعد الهاجري وصل بشعاره المميز دقيقتين 55 ثانية 33 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين، هذه لحظات الناموس، لحظات